أخبار اليوم. بونسوار، أنا وائل الجوهري من لبنان، صاحب صالون طولاي. نحن شاركنا بمسابقة مهرجان الأرز وشاركنا بعدة مهرجانات وأخذنا مهرجان المصر كمان، ومشتركين بمصنين لبنان بكان، متابعة لشركة ويلا، وحاصلين عدة جوائز عالمية. وعطول نحن بالمهنة يعني up to date كتير، وإن شاء الله أنه نضل عطول أتطور معكم ونفرجيكم عطول الأشياء الفاشن والأشياء الكتير كتير كتير up to date. فبيبدأ أهمية المهرجان بأنه كتير عطول واحد لازم يضل مشارك مهرجانات كتير عالمية وكتير مهمة، وعطول بتعطي التطور وبتعطي الشهرة. أهمية المهرجان هي فرصة أن الواحد يتعرف على الموضة ونتبادل الأفكار نحن والدول الثانية. نحن بنفرجين شو عنا وهن بيفرجونا شو عندهم إبداعات، وكل واحد بيعبر عن إبداعه بطريقته ببلده بطريقة شغلنا وهن بطريقة شغلهم. وهذا شيء كتير مهم عالميا أنه الواحد يضل مشترك بمهرجانات. فبدأي أنه كل كوفير وكل أي مزين بالعالم أنه يضل على طول متابع المهرجانات، لأنه شيء كتير 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 مهم.